حالة من الهلع الشديد والغضب تسود الأوساط الإسرائيلية بعد مقتل 4 إسرائيليين وجرح 9 بينهم 5 بحال الخطر الشديد في عملية نوعية نفذها الشبان غسان وعدي أبو جمل من جبل المكبر شرقي القدس وهما ابن عم في منطقة هارنوف في القدس المحتلة وينتميان إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحسب القناة الأولى الإسرائيلية. الشبان وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية دخل الكنيس متنكرين إما بزي شرطة أو بزي ديني. العملية نفذت في الحي حيث وجد الشاب المقدسي يوسف الراموني مشنوقا يوم أمس داخل حافلة. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت أيضا إلى أن منفذا ثالثا لا يزال يتحصن في مكان الهجوم. في موقع آخر قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مشغولين أطلقوا النار باتجاه دورية للجيش في مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية دون وقوع إصابات. ومن بيت اللحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، بداية سوف نتابع معك التطورات، هناك معلومات تتحدث عن إصابة شرطيين وحاخام خلال عملية القدس اليوم، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ لا يزال الأمن الإسرائيلي مرتبك، لا تزال الروايات الإسرائيلية متضاربة، هناك شرطي في حالة الخطر، ما يدل على أن منفذي العملية واجهوا الشرطة وليس فقط طلاب المعهد الديني. القناة العاشرة الإسرائيلية تناقش هذا الوقت إمكانية أن تقوم إسرائيل بمحاصرة المقاطعة في رام الله ومحاصرة أبو مازن كما فعلوا بياسر عرفات. يبدو لا يوجد غالبية رغم أنها الساعة 3 فجرا بتوقيت واشنطن. جون كيري اتصل بنتنياهو يتضامن مع إسرائيل، واضح أنه إسرائيل ألزمت نفسها بالحل العسكري فقط. تناقش في الساعات القادمة في مكتب نتنياهو مع قادة الأمن ما هو الرد الإسرائيلي المتوقع. وعلى كل حال من الأحوال يبدو أن هذه سلسلة في حلقة الرد ورد الفعل، لا تزال إسرائيل تفكر بعضلاتها وتفكر بالشرطة والجيش حيث دعت الشرطة للتجنيد الاحتياطي. انتشر الجيش في كامل الضفة الغربية خشية أن يكون هنالك توسع لدائرة الأحداث، إلقاء زجاجات حارقة على الحافلة للمستوطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل، إطلاق نار على سيارة دورية للاحتلال عند مستوطنة يتسهار في نابلس، والأمور لا تزال بأولها. ناصر، تحدثت عن الحكومة الإسرائيلية وأن هناك اجتماع طارئ سيعقد في الساعات المقبلة، هل حدد موعد هذا الاجتماع وما الخيارات المتاحة أمام الحكومة الإسرائيلية؟ كما قلنا لا تزال إسرائيل تلزم نفسها بالحل العسكري، واضح بأنه مثل أي احتلال في العالم لا تفكر إلا بالبطش والقمع، مع أنه واضح أنه الحل السياسي. هناك محاولة لتحميل المسؤولية لحماس وعباس على لسانهم في إشارة إلى أكبر تنظيمين فلسطينيين، وهذا ديدنهم. إسرائيل حينما تعجز عن الحل الأمني تلجأ إلى العقوبات الجماعية ولي ذراع القيادة الفلسطينية من خلال أخذ المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال كرهائن. لا يتوقع بأنه إسرائيل تملك أي حل سياسي، لكن متوقع إذا ما قامت إسرائيل بحلول عسكرية بطش للشعب الفلسطيني أن يكون هناك ردود فعل، وخصوصا بعد تصريحات بعض قادة حماس والتنظيمات الفلسطينية الأخرى بأنه التنظيمات لن تسكت وستدلو بدلوها في هذا المجال إذا ما رفعت إسرائيل مستوى التحدي. نعم ناصر، نتنياهو بالأسبوع الفائت أمر بنشر المزيد من قوات الأمن في القدس والضفة الغربية، ولكن هل يمكن القول بأن هذه الإجراءات لم تكن مجدية؟ مساحة الضفة الغربية لوحدها بحجم مساحة لبنان مهما نشرت إسرائيل من جيش، الآن يوجد في الضفة الغربية بالوضع الطبيعي أكثر من 60,000 جندي، أكثر من 500 حاجز، إضافة إلى معسكرات كبيرة تحمي إسرائيل، لكن كل هذا لا ينفع ولا يجدي نفعا. ودي الإشارة إلى جزئية قد تكون هامة، كل ما شهدناه وكل ما نتحدث عنه لم يقم به سوى طلاب المدارس وشبان صغار فلسطينيين. لغاية الآن الشعب الفلسطيني والتنظيمات الفلسطينية لم تستدعي الاحتياط.
لم تستدعي المقاتلين ولم تدخل الأجهزة العسكرية للتنظيمات ولم يعمل العسكريون شيء. كل هذا الذي هز إسرائيل هو مجرد عمليات من أطفال فلسطين وشبان غاضبين صغار. إسرائيل استدعت الاحتياط، فلسطين لم تستدع الاحتياط. ناصر، إلى ماذا ترمي من خلال إشارتك إلى أن العمليات التي تقام في القدس هي من قبل شبان فلسطينيين؟ أي أن هذا رد فعل شعبي غاضب تلقائي، ليس بقرار تنظيمي بعد. الشرطة الإسرائيلية تنكل بالشعب الفلسطيني، الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأقصى، تضرب المرابطات. هذا رد فعل تلقائي من شبان صغار من طلبة المدارس وربما في بعض الأحيان الجامعات، لكن لم ترد فلسطين لا كتنظيمات ولا كقوة عسكرية وأدرع عسكرية على العدوان الإسرائيلي بعد. بمعنى آخر أنه مستوى النيران منخفض لغاية الآن. القيادة الفلسطينية، القيادات الفلسطينية من كل التنظيمات لا تمنع، لكنها لم تدخل بعد في معركة التحدي الحقيقي في مواجهة، ولم تعلن الانتفاضة رسميا بعد. ما يعني أن الكرة في ملعب إسرائيل في مكتب نتنياهو ظهر اليوم. إذا أراد أن يصعد من سقف التحديات والمواجهات سيكون هذا شكل. إذا أراد اعتماد الحل السياسي كما يدعو الفلسطينيون فإن هذا له مشهد آخر. ما هو المقصود بالحل السياسي؟ انطلاق المفاوضات من جديد؟ لا طبعا، هذا الحل السياسي. مثلا أحد نماذجه كان قمة الأردن حين حضر كيري، وجود وسطات دولية شهدنا في الأيام. ولكن أين أصبحت نتائج ناصر، أين أصبحت نتائج اللقاء الثلاثي الذي عقد في عمان؟ واضح تماما انه الاجراءات الاسرائيليه دفنت وخنقت المبادره، مبادره قمه عمان. لم تلتزم اسرائيل بما طلبه القاده في القمه الاردنيه. هناك وسطات غير معلنه، اذكر من بينها زياره وزير الخارجيه الالماني للمقاطعه في رام الله لقاء ابو مازن، وفورا عودته بالامس ولقاء نتنياهو. هناك وسطات غير معلنه من دول اوروبيه، هناك وسطات سريه، هناك وسطات علنيه لتطويق الامر. حركه دؤوبه جدا لسفراء العالم في رام الله والقدس لتطويق الامر، لكن كما قلت الكره في النهايه ستعود الى ملعب اسرائيل والى مكتب نتنياهو. اذا فعلا نتنياهو انجر الى التصريحات اليمينيه المتطرفه التي سمعناها صباح اليوم من جانب الوزراء المتطرفين واعضاء الكنيست، فانه سيحشر القيادات الفلسطينيه في الزاويه ويقول لابد من التدخل بزخم اكبر. نعم ناصر، ابقى معنا وسأنتقل مباشرة إلى مراسلتنا هناء محاميد من القدس المحتلة. هناء، لو تضعين في آخر المستجدات والتطورات لو سمحت. نعم، يعني أهم المستجدات هي تحدث الآن في حي جبل المكبر جنوبي مدينة القدس المحتلة، حيث منزل الشهيدين عدي وغسان أبو جمل من حي المكبر. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمحاصرة هذا الحي وبمحاصرة بيتي الشهيدين، وهما يعني كما اتضح أولاد عم. أيضا قامت باقتحام منزليهما واعتقال عدد من أفراد العائلة واقتيادهم إلى التحقيق. هذا يعني هذا هو الوضع الآن في حي جبل المكبر. قوات الاحتلال تقوم بالاعتداء طبعا يعني على السكان هناك، مستعملة قنابل الغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى قمعية أخرى. أيضا على مستوى القدس بشكل عام هناك يعني استنفار أمني أيضا يعني في مدينة القدس. المروحيات الإسرائيلية تحلق في سماء المدينة. واضح أن هناك إرباك كبير لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية على وجه التحديد، لا سيما أن هذه العملية التي جرت اليوم صباح اليوم في كنيس في حي هارنوف غربي مدينة القدس هي أيضا عملية ناجعة من تخطيط سري كما يبدو، وليس من قبل يعني أحد أو إحدى القبائل الفلسطينية. بالتالي هذا يربك أكثر لهذا الشرطة الإسرائيلي، لأنه يعني لا يمكن حتى كما جاء على لسان بعض قيادة الشرطة الإسرائيلية، حتى لو تم نشر يعني آلاف مؤلفة من أفراد الشرطة الإسرائيلية في مختلف أنحاء مدينة القدس، يعني لا يمكنهم أن ينشروا أو أن يتواجد شرطي في كل مكان في كل لحظة في المدينة، وبالتالي لا يمكن منع مثل هذه العمليات بكل تأكيد. أيضا لا يمكن التكهن يعني مثل بالتخطيط لمثل هذه العمليات.
نعم هناء، هذه هي حالة. نعم نعم هناء ابقي معنا، سوف نعود إليك بالتأكيد. وينضم إلينا عبر الهاتف المسؤول الإعلامي المركزي للجبهة الشعبية القيادة العامة السيد أنور رجا. السيد أنور، بداية أهلا بك. بداية أريد منك تعليق على هذه العملية. بداية أقول مباركة الأيادي التي ضربت في صدر الخرافة التلمودية، مباركة أيادي الشهيدين غسان وعدي أبو جمل. هذا هو الرد الشعبي، هذا هو الرد الفلسطيني الطبيعي على تمادي الاحتلال وعلى الاحتلال. هذه اللغة الوحيدة الواقعية التي يفهمها الاحتلال، وهذه اللغة التي يريد البعض أن يغيبها عن هوية شعبنا وثقافة شعبنا، هي القادرة على أن ترد الصاع صاعين. لذلك أقول مرة أخرى أن هذه الأيادي التي ترفع راية المقاومة في مواجهة عصر الاستسلام والدواعش هي التي تعبر خير تعبير عن شعبنا. الآن أمام هذا المشهد بصراحة المتردي على الساحة العربية وفي الساحة الفلسطينية، وأمام التفسخ في الموقف السياسي الفلسطيني والانهيارات داخل البيت الفلسطيني التي وصلت إلى حد مقرف، يأتي الرد من شعبنا ليصوب اللغة ويصوب لغة الميدان ولغة السياسة، ويقول لكل الزعامات الفلسطينية ولكل التنظيمات الفلسطينية كفى، العدو يأخذنا فرادى، في غزة يستفرد بنا، في الضفة الغربية يستفرد بنا، كذلك الأمر يذهب إلى فلسطين المحتلة عام 48 ويحاول أن يهود وأن يلغي الهوية الوطنية والقومية لشعبنا، ثم يأتينا ويضربنا على رأسنا في اليرموك. لا يجوز أن يبقى هذا حالة التشتت والشتات وهذا الانقسام وهذه البعثرة، وكل يغني على ليلى. سيد أنور، تتحدث عن التشتت والانقسام في صفوف القيادات الفلسطينية، ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب أن نتمثل روح المقاومة التي يعبر عنها شعبنا. المطلوب اليوم كما الآن يهدو الحمام الأقصى باسم الشهيدين غسان وعدي أبو جمل، أن تتلمذ المقاومة من جديد على أيدي أولئك، أن تستعيد روح المقاومة، أن تفهم أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن إطلاقا أن يتراجع رغم عمليات التنسيق الأمني، رغم محاولة تقسيمه هنا وهناك. أسقط من الخطاب السياسي الفلسطيني للأسف شعبنا الفلسطيني داخل أراضي 48، أسقط من الذاكرة حق العودة من ذاكرة بعض السياسيين الفلسطينيين. لذلك شعبنا الفلسطيني خزان العودة وخزان المقاومة، والذي انطلق بالمقاومة المعاصرة همش الآن وأصبح خارج هذه الخارطة التنظيمية السياسية المقاومة. لذلك ومن قلب القدس وحيث يجري عمليا ويحاول الاحتلال محو هوية هذه المدينة، أقول أن فلسطين تستعيد وبأيدي الناس البسطاء العاديين المعنى واللغة، فعلينا أن نرتقي، على الفصائل الفلسطينية أن ترتقي بآليات عملها بفكرها كيف تستعيد الوحدة الوطنية على أرضية ميثاق المقاومة. آن الأوان أن نلتفت إلى الضفة الغربية حقيقة، لأن الضفة الغربية في قلب الجسد وفي حالة احتكاك وتداخل ميداني مع العدو. ربما غزة يستطيعون عزلها لاعتبارات جغرافية ولاعتبارات أيضا إقليمية ولاعتبارات الحدود المأساوية على الجبهة المصرية الفلسطينية، ولكن الضفة الغربية في قلب فلسطين تتداخل الشوارع، تتداخل القرى، تل أبيب على مرمى حجر. إذن علينا أن نفعل الضفة الغربية، علينا أن لا نتغنى بالحديث عن انتفاضة ونحن عمليا لا نفكر بإعادة البنى التنظيمية المسلحة. أنا الآن لتسليح الضفة الغربية بكل الوسائل والاتجاه نحو الضفة الغربية، لأن قاعدة الفعل الأكثر فاعلية هي الضفة الغربية. لعل عملية اليوم في رأس الخرافة أو الخرافة التلمودية تجعل الكثير يستيقظون. نحن الآن نهنئ
أنفسنا وشعبنا، ونؤكد أن هذه العملية بكل الأحوال هي انعكاس لروح الشعب، بعيدا عن أي فصائلية، بعيدا عن أي شعارات، بعيدا عن أي يعني مكاسب أو مغانم يمكن أن يتغنى بها البعض. الآن نحن جميعا يجعلنا أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس بصراحة أمام السؤال الكبير، إلى متى ستبقى هذه الحالة من الشرمة في الوضع الداخلي الفلسطيني؟ أما آن الأوان لنا أن نتعظ؟ أما آن للذين ذهبوا كثيرا خلف المفاوضات أن يعلموا أن رأس القضية الفلسطينية مطلوب، وأن لا يمكن لأحد سواء كان يمينيا أو يساريا أو كان قوميا أو متدينا أن يكون بمنأى عن السحل والذبح في ظل سياسة التكفير التي تحيط بالمنطقة، في ظل الخراب العربي؟ هم يريدون أن يستفردوا بالقضية الفلسطينية، وقد نجحوا نسبيا، وإلا ما معنى أن تكون الضفة الغربية بحالة غليان متصل وتوهج متصل، ومع ذلك لا تجد من يؤازرها ويناصرها؟ أعود للتأكيد. طيب سيد أنور، بالعودة إلى العملية، هل يمكن اعتبار هذه العملية هي نقلة نوعية وتدشين لمرحلة جديدة؟ بالتأكيد هي فاتحة مهمة، هي بداية استراتيجية في الآليات والتكتيكات المعتمدة. هي ستثور لسببين: أولا بما تحمل بذاتها من روح مقاومة، وهي عنوان أبرز لكل العمليات التي جرت من عمليات الدهس والطعن وعمليات الرسق بالحجارة أو بالألعاب النارية التي بات يخشاها العدو. تخيلوا أنه سيصادر حتى الألعاب النارية. إذن هذه وقد جاءت في رأس كما أشرت المؤسسة التلمودية، لا تعطي للأمر بعدا كما يريد البعض دينيا، هي تعبير عن أنكم حين تمسون بالأقصى سنمس برؤوسكم ومقدساتكم، حين تضربون الأطفال سنضرب حيث يوجعكم فعلنا. أقول هذه نعم بداية نوعية، لأن العدو أيضا مؤكد سيلجأ إلى كل وسائل البطش. العدو سيحاول أن يستعيد شيء من الطمأنينة المفقودة، العدو سيحاول طمأنة مستوطني على حساب مجازر قادمة. لذلك المطلوب اليقظة الآن، المطلوب أن نخرج من دائرة الانفعال والردود الغاضبة إلى البحث في الآليات التي تكفل الدفاع عن شعبنا، لأن المجزرة قائمة ولكنها ستكون الآن أكثر قسوة. نعم. قد أشرع الصهاينة سكاكينهم والحاخامات أصدروا فتاويهم، ونحن أمام فصل جديد، علينا أن نستعد لتطورات دراماتيكية قريبة وإلى مواجهة قد تتسع أكثر، وبالتأكيد ستتسع. سيد أنور رجا، مسؤول الإعلام المركزي في الشبه الشعبية القيادة العامة، شكرا جزيلا لك. الآن نعود إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، هل هناك من حصيلة نهائية لعملية القدس؟ إسرائيل تعترف بأربعة قتلى وشرطي في حالة حرجة جدا، إضافة إلى نفس العدد من المصابين. ميدانيا لا تزال إسرائيل قلقة من وجود نية أو رغبة أو خلايا أو منفذين آخرين. عمليات تفتيش تصاحب عمليات الانتشار، وعمليات حذر من في الضفة الغربية والقدس من عمليات أخرى. القيادة الفلسطينية في رام الله تلتزم الصمت، وعلى ما يبدو ستلتزم الصمت إلى حين انتهاء اجتماع كابينت نتنياهو الأمني. وعادة هم لا يردون على تصريحات الوزراء وينتظرون الموقف الرسمي الإسرائيلي. أحاول التحقق إذا كان جون كيري اتصل بالرئيس أبو مازن أم لا، لأنه في مثل هذه الظروف هو يتصل بنتنياهو وأبو مازن. نعم ناصر، ابقى معنا وانضم إلينا عبر الهاتف المطران عطلة حنا من القدس المحتلة. بداية سيادة المطران، تعليق أولي على العملية، والفلسطينيون اليوم أمام أي خيارات؟ يعني أولا يجب أن نؤكد بأن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل مسؤولية كل ما يحدث الآن في مدينة القدس. التعديات
الفلسطينيين وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك على المسجد الأقصى المبارك. يعني كان البعض يتحدث أن هنالك تهدئة ما ستحدث في المسجد الأقصى، فإذا بنا نرى ونلحظ أن هنالك استمرار لإغلاق المسجد ومنع المصلين من الدخول إليه. ناهيك عن الممارسات الاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني في كل الأحياء المقدسية، مدينة القدس تحولت خلال الأيام الماضية إلى ما يشبه السكنة العسكرية، حيث أن الجيش الإسرائيلي موجود في كل مكان والشرطة موجودة في كل مكان، وهي تستفز المقدسيين وتنكل بحياة المقدسيين. ولذلك نحن نعتقد بأن الفلسطينيين في مدينة القدس من حقهم أن يدافعوا عنها. سيادة المطران رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية. نعم سيادة المطران، الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان حذر الأسبوع الفائت من الذهاب إلى حرب دينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس وفي المسجد الأقصى. هل نحن فعلا ذاهبون إلى هذه الحرب؟ السلطات الاحتلالية الإسرائيلية تعاملنا كفلسطينيين في المدينة المقدسة وكأننا يعني أناس عابرون أو جالية أو يعني أناس غرباء نعيش في ظل الدولة الإسرائيلية، بينما الشعب الفلسطيني في مدينة القدس كما في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة نحن ننتمي إلى هذه الأرض، هذا هو وطننا. إسرائيل هي التي أتت إلينا واحتلت أرضنا ووطننا وعاثت في الأرض فسادا، لسنا نحن الذين أتينا إلى إسرائيل، وإنما إسرائيل هي التي أتت إلينا واحتلت القدس واحتلت الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد من قلب القدس أننا سنبقى في المدينة المقدسة ثابتين صامدين، لن نتنازل عن حقنا في الدفاع عن مقدساتنا. يعني ليس من المنطق أن يظن أحد أن الفلسطينيين سيكونون مقتوفي الأيدي أو متفرجين على ما تقوم به إسرائيل بحق مقدساتهم وبحق مدينتهم. إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية هذا التصعيد، إسرائيل هي التي تعتدي على المقدسات، وهي التي متطرفين على الدخول إلى الأقصى لاستفزاز المصلين ولتدنيس هذا المعلم الديني الإسلامي في مدينة القدس. وبالتالي أنا أود أن أقول لك باسم الكنيسة التي أمثلها وباسم المسيحيين الفلسطينيين الذين هم جزء أساسي من الشعب العربي الفلسطيني بأننا لن نتنازل عن حقنا في أن ندافع عن وجودنا وعن انتمائنا وعن بقائنا في هذه الأرض المقدسة. سيادة المطران، العمليات الأخيرة التي شهدتها القدس كانت على أيدي شبان فلسطينيين، هذا يعني كيف يمكن أن نفهم هذا المؤشر؟ يمكننا أن نفهمه أن الشعب الفلسطيني حقيقة يشعر بالغبن ويشعر بالظلم ويشعر أن يعني حتى العالم العربي، حتى جامعة الدول العربية، حتى لم نعد نسمع كلمات الإدانة، لم نعد نسمع كلمات الاستنكار. الأقصى يبتلع في كل يوم ومدينة القدس تبتلع في كل يوم، وبالتالي وصل المقدسيون إلى قناعة تقول بأنه لا يحك جلدك إلا ظفرك. فلسطين لن تعود إلى أصحابها والقدس لن تعود إلى أصحابها إلا من خلال النضال الوطني، من خلال العمل الحثيث على إنهاء هذا الاحتلال واجتثاث هذا الاحتلال. لا يمكننا أن نقبل بهذا الواقع الذي ترسمه لنا إسرائيل من خلال سياساتها العنصرية، حيث أنها تريد كل شيء. أما نحن الفلسطينيون فعلينا أن نقبل وأن نستسلم لما تريده إسرائيل. لن نستسلم للسياسة الإسرائيلية وسنبقى ندافع عن القدس، ومن حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن القدس.
المطران عطلة حنا، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلينا من غزة القيادي في حركة حماس السيد محمود الزهار. بداية سيد محمود، لقد طالب السيد أنور رجا بإعادة الوحدة إلى صفوف القيادة الفلسطينية، أنتم ماذا تقولون خصوصا بعدما شهدنا تصاريح عالية السقف الأسبوع الماضي من قبل حركة حماس وفتح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن مع وحدة الشارع الفلسطيني على برنامج واحد. انقسم الشعب الفلسطيني للأسف الشديد إلى برنامجين، برنامج المقاومة قادة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، وبرنامج التفاوض اللي استمر من سنة 1991 وحتى هذه اللحظة. استطاع برنامج المقاومة أن يثبت أنه يستطيع أن يطرد الاحتلال من غزة في 2005، وأنه يستطيع أن يحافظ على الجزء الذي تم طرد الاحتلال منه عبر 4 حروب في 6 سنوات. برنامج التفاوض الآن وصل إلى مرحلة أن يفاخر بالتعاون مع العدو الإسرائيلي وبأنه يقمع الانتفاضة في مواجهة الاحتلال. ماذا كانت النتيجة؟ أغرى هذا برنامج التفاوض العدوان الإسرائيلي إلى أن يصل في شهر 7 الماضي إلى تقسيم زماني ومكاني حقيقي دون أن يعلم به في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة. والآن أصبح يمنع الفلسطيني من دخول المسجد الأقصى، فمس هذا الثابت من الثوابت الفلسطينية. تم قتل الفلسطينيين في الشوارع وآخرهم كان شنقاً بالأمس، قبل ذلك تم حرق الأطفال وكان قتل من النساء والأطفال والاعتداء عليهم في داخل المسجد الأقصى. فمس الثابت الأساس وهو حق الإنسان في أرضه وفي مقدساته، وتمدد الاستيطان إلى درجة مذهلة. وبالتالي ما الذي يمكن أن يتوقعه أي إنسان من شعب حر كالشعب الفلسطيني؟ قاوم الاحتلال البريطاني سنوات وبعد ذلك قاوم الاحتلال الصهيوني منذ نشأته وحتى هذه اللحظة. هذا الذي يحدث الآن هو عمل مقاوم، مخزون مقاوم تعرفه الضفة تماما، بقلة الإمكانيات يستطيع أن يوقع خسائر في الدول الإسرائيلية. نحن نبارك كل أشكال المقاومة وكل أشكال الوحدة على برنامج المقاومة وليس على برنامج التفاوض والتعاون الأمني مع الإسرائيليين. من على كل إنسان الآن أن يعيد حساباته في هذه القضية، على حماس والجهاد الإسلامي والبرنامج المقاومة أن يعيد حساباته في هذا الموضوع. هل فعلا المقاومة تستطيع أن تنجب؟ أنا أقسم أن المقاومة الآن تستطيع في هذا الظرف المناسب من حولنا، أمة عربية منشغلة بنفسها بالعكس ومنشغلة ضد برنامج المقاومة، لا يمكن هؤلاء الناس أن يثبتوا لكل العالم من حولنا وفي داخل الكيان الإسرائيلي أن المقاومة مخزون بشري يستطيع أن يحقق إنجازات ويحافظ على مقدساته وثوابته. سيد محمود، هل تتوقعون أن تتسع دائرة الأحداث؟ العدو الإسرائيلي لا متوسع دائما في دائرة عدوانه، وبالتالي ليست هناك من الجانب الإسرائيلي ليس هناك تغير في السياسة، لكن في تصور أنه يجب أن يكون هناك برنامج يتم تصعيده في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. والمناسبة هو في الضفة الغربية الآن متصاعد لكن الإعلام لا يغطيه، هناك موجهات يومية في المسجد الأقصى من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا، وهي الفترة الزمنية التي خصصت للمستوطنين لدخول المسجد الأقصى، يقوم بها شرفاء القدس الأبطال من الرجال والنساء في مواجهة هؤلاء اللي رابطوا طول الليل حتى يدافعوا عن الأقصى. ولذلك بدأت الانتفاضة لأن تأخذ أشكال متعددة بالحجر وبالسكين وآخرها يعني هذا الذي رأيناه. وبالتالي لا بد من برنامج مقاومة متصاعد، وهذا ليس تصعيدا بالمفهوم السياسي أو العسكري، هذا عبارة عن حالة من الدفاع عن النفس ضد مجرمين سرقوا الأرض وقتلوا الأطفال والنساء وحرقوهم وشرقوهم والعالم بيتفرج ولا يتحرك. بالتالي سيد محمود تتحدث عن برنامج مقاومة متصاعد، من سيقوم بهذا البرنامج؟ الآن الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس يقوم به، وأفراد من تابعين لبرنامج المقاومة، لأنه التنظيمات ضربت وكل تنظيم بيتم تفعيله بيتم ضربه إما بالتعاون الأمني أو بالمخابرات الإسرائيلية. وبالتالي لابد الآن أن تأخذ الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حماس دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بإمكانياتها، صحيح إمكانياتها نتيجة التعاون الأمني قليلة، لكن قدرة الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس قدرة هائلة، واختراق قدرته على اختراق هذه السدود
وهذه الحواجز كبيرة، وأعتقد أننا ثقتنا في الشعب الفلسطيني وفي أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي وبقية الشعب الفلسطيني في فصائله قادر على أن يحقق ردعا حقيقيا لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية. سيد محمود، هل أفهم من كلامك بأن الأعمال الفردية هي المطلوبة في هذا الوقت؟ هو المطلوب الآن كل الأعمال، لكن المتوفر الآن هو هذا الأمر. نعم سيد محمود الزهار، قيادي في حركة حماس، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. والآن نعود إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، ماذا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ هل هناك من تصريحات جديدة؟ الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعيش مشاعر متناقضة، الخوف والرعب من جهة، وثانيا الحث على الانتقام الذي يأتيهم من جهات منظمة وأعضاء كنيست ووزراء، مع الإشارة إلى أن وحدة الحماية عند مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فرضت حماية مشددة على وزير الاستيطان أوري أريئيل، وهو من غلاة وعتاة المستوطنين المتطرفين، وتفرض حراسة مشددة على عدد من الرموز الذين اقتحموا الأقصى. أؤكد مرة أخرى، إسرائيل لا تريد ولا تقول وتحاول أن تنفي وجود حرب دينية. الفلسطينيون أيضا غير راغبين باستخدام مصطلح الحرب الدينية باعتبار أنه فلسطين قضية عادلة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية مأمورة ومسجورة، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتلقى الأوامر غالبا في مثل هذه الحالات، تأخذ الإيحاءات من الحكومة ومن التنظيمات والكنيست، وبالتالي يمكن حسم رأي الجبهة الداخلية الإسرائيلية بعد انتهاء جلسة المشاورات. ولا أعرف لماذا، لكن عادة تتطلب هذه الجلسات ساعات طويلة كما شاهدنا في حرب غزة، 6 ساعات 7 ساعات، ربما لتهدئة الجمهور وربما لأنه لا يوجد إجابات، لكن الجميع ينتظر بعد ساعات الظهر ما الذي سيصدر عن الحكومة الإسرائيلية وما معنى الرد على العملية من وجهة نظر إسرائيل. نعم ناصر، هل هناك من مواقف جديدة صادرة عن السلطة الفلسطينية؟ السلطة تحافظ على الصمت الرسمي، وحتى القيادات يتحدثون بشكل عام عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، لكن لا مواقف مميزة. ما طبعا لغاية الآن القيادة الفلسطينية المفروض في مثل هذه اللحظات تكون في حالة اجتماع دائم، لكن لم نسمع بأنه الرئيس الفلسطيني دعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو أي شكل من أشكال القيادة الأخرى للاجتماع، ربما بانتظار رد الفعل الإسرائيلي. ناصر، هناك تصويب على الرئيس أبي مازن كل يعني أثر كل عملية تقام، ماذا يمكن أن نفهم من هذا الموضوع؟ بين قوسين، هذا ذكاء سياسي عند حكومة إسرائيل لتحمل حركة حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة حتى لو لم تكن حماس، وتحمل أبو مازن وفتح منظمة التحرير كل ما يحدث في الضفة الغربية. هذه محاولة لتوزيع الأثمان وحتى تنجي إسرائيل نفسها من المسؤولية، لكن وإن استخفينا بهذا الكلام، لكن في التجارب السابقة الإسرائيلية إسرائيل عملت عليه واستفادت منه واستطاعت أن تضغط على القيادة الفلسطينية. إسرائيل تستخدم طريقتين، إما أن تلوي ذراع القيادة بالشعب الفلسطيني، وإما أن تلوي ذراع الشعب الفلسطيني بالقيادة. يعني لاحظنا في أكثر من حالة، إما أن يتم تشديد العقوبات على الشعب الفلسطيني حتى تصيح القيادة ألما، أو تشديد العقوبات على القيادة حتى يصيح الناس ألما ويهدئ الموضوع. لا أعرف إذا كانت هذه الطراق الإسرائيلية القديمة تنفع الآن، وخصوصا نحن نتحدث عن القدس وغضب القدس الذي فاجأ جميع المحللين الإسرائيليين كانوا أو عرب. نعم ناصر، ابقى معنا وسوف ننتقل، وينضم إلينا عبر الهاتف مهرة طاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق. بداية سيد مهر، ماذا يمكن القول إزاء كل هذه التطورات؟ الشعب الفلسطيني يوجه رسالة واضحة للجميع ويقول، إذا كان البعض يعتقد أن الشعب الفلسطيني أصبح وحيدا في دفاعه عن القدس وفي دفاعه عن أرض فلسطين على ضوء انشغال العرب وانقساماتهم
وانشغالهم بأمورهم الداخلية. يقول الشعب الفلسطيني: حتى لو بقيت وحيدا سأقاوم بكل ما أستطيع هذا العدوان الصهيوني، وسندافع عن القدس، وسندافع عن كل ذرة تراب من أرض فلسطين، سواء في الضفة أو في غزة أو في حيفا أو في الناصرة، لأن هناك هجمة صهيونية شاملة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بجميع أبعادها، سواء في 48 من خلال موضوع قانون الدولة اليهودية الذي ستطرحه إسرائيل، أو ما يجري في قطاع غزة من حصار ظالم، أو ما يجري في الضفة الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس. رسالة شعبنا: حتى لو بقينا وحيدين في الميدان سنقاوم هذا الاحتلال بأظافرنا وأسناننا. أنا أقول اليوم وأدعو الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين وفي كل مواقع اللجوء والشتات إلى هبة وانتفاضة شاملة من أجل كنس هذا الاحتلال، ولذلك مطلوب منا اليوم. سيد ماهر، هل الأرضية مؤاتية لهذه الهبة التي تتحدث عنها؟ نعم، الظروف الموضوعية ناضجة في فلسطين، هناك حصار ظالم على قطاع غزة، هناك هجمة استيطانية شاملة في الضفة الفلسطينية، هناك مخططات استهدفت وتستهدف مدينة القدس ومعلنة بشكل كامل، وبالتالي مطلوب إبادتنا كشعب فلسطيني، مطلوب تصفية قضيتنا بشكل كامل وجعلنا عبيد عند هذا العدو الصهيوني. الجواب هو انتفاضة فلسطينية شاملة في عموم أرض فلسطين، والجواب هو تحرك أيضا الشعب الفلسطيني في كل مواقع اللجوء والشتات، حتى نقول للجميع أننا سندافع عن أرضنا، سندافع عن حقوقنا، سندافع عن مقدساتنا. ولكن هذا يتطلب أولا العمل الجدي لتشكيل قيادة وطنية موحدة على الأرض وفي الميدان داخل فلسطين، هذا يتطلب وقفة فلسطينية شاملة من أجل تقييم مسار العمل الفلسطيني لرسم استراتيجية عمل فلسطيني جديد تنطلق من أولا الوحدة الوطنية الفلسطينية، برنامج سياسي واضح في مواجهة الاحتلال يستند إلى المقاومة بكل أشكالها، وإنهاء حالة الانقسام وإلى الأبد التي أوقعت خسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني اليوم يتحرك والظروف ناضجة، سواء في الضفة أو في 48 أو في غزة أو في الشتات، لأنه شعبنا في الشتات عم بيموت في البحر، عم بيذهب بالسفن ومحاصر أيضا في العديد من البلدان العربية. يعني الفلسطيني في الشتات الآن يعيش حالة من الظلم ومن الحصار، وبالتالي لابد أن نعمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من أجل أن نبرهن للعالم بأننا شعب نملك إمكانيات، وهذا الشعب إذا توحد ورسم استراتيجية واضحة يستطيع أن يواجه كل المغامرات المحيطة به. سيد ماهر، سوف نذهب قليلا إلى المجتمع الدولي. اليوم إسبانيا على موعد مع تصويت برلماني على قرار يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وباريس نهاية هذا الشهر. بماذا يمكن أن تخدم هذه الخطوات القضية الفلسطينية؟ يعني المجتمع الدولي والعالم يدرك أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وبالتالي هو يعرف أن الأمور ستنفجر في فلسطين وستنفجر في عموم المنطقة لاحقا، وبالتالي واهم من يعتقد أنه يعني تصفية القضية الفلسطينية ستمر مرور الكرام. الشعب الفلسطيني سيواجه، وبالتالي المجتمع الدولي يعرف ويعرف أن إسرائيل لا تريد سلام، وأن إسرائيل تريد السيطرة على كل شيء. لذلك حصل حراك في موضوع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنهم يدركون المخاطر الناجمة عن السياسة الإسرائيلية وعن الاستراتيجية الصهيونية. لذلك نحن نقول ونوجه رسالة اليوم لكل العرب لتكن البوصلة فلسطين. كفانا انقسامات وصراعات مذهبية وطائفية وإثنية، علينا أن نتوجه للعدو الرئيسي وأن تكون بوصلتنا باتجاه فلسطين وتحرير القدس وتحرير الأرض الفلسطينية، لأن العدو الصهيوني يستهدف العرب جميعا وليس الشعب الفلسطيني الذي يدافع الآن عن أرضه ومقدساته ويدافع عن الأمة العربية بأسرها.
ماهر أطار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. الآن تنضم إلينا مراسلتنا نسرين سلمي من القدس المحتلة. نسرين، آخر المعطيات لديك. نعم، مدينة القدس تشهد تواجد شرطي إسرائيلي مكثف في كافة المناطق، هناك إغلاق لعدد كبير من الشوارع في المدينة المحتلة، طبعا في منطقة جبل المكبر مسقط رأس الشهيدين هناك إغلاق كامل للحي بأكمله. طبعا قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيدين وقامت بالتحقيق مع أفراد العائلة. في نفس المكان تصدى الشبان لقوات الاحتلال حيث حاولوا منعهم من الدخول إلى منزل الشهيدين واعتقال أفراد العائلة. الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وهناك عدد من الإصابات بسبب رد قوات الاحتلال العنيف بإطلاق الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان. المنطقة مغلقة بالكامل، معظم الصحفيون ونحن أيضا حاولنا الوصول إلى المنطقة لكن قوات الاحتلال منعتنا من الدخول إلى المكان ومنعتنا من الوصول إلى منزل الشهيدين. بعض الطرق الالتفافية أيضا مغلقة في منطقة جبل المكبر ويمنع الوصول إلى المنطقة. على ما يبدو أن قوات الاحتلال تريد أن تجري عدد من المداهمات والتحقيقات في المنطقة لمعرفة إذا كان هناك عدد آخر متورط في هذه العملية أو ساعد منفذي هذه العملية الفدائية. طبعا نتنياهو يتوعد الفلسطينيين بالرد، والرد على ما يبدو سيكون بعد الاجتماع الذي سيعقده مع وزراء ظهرا ومع قادة الجيش الإسرائيلي. الشرطة طلبت وجود احتياط أكبر لأفرادها في منطقة القدس. الحواجز العسكرية على مدخل مدينة القدس تشهد تواجد مكثف لجنود الاحتلال وللشرطة أيضا وقوات خاصة موجودة على الحواجز العسكرية تحسبا من تظاهرات. في منطقة شمال الضفة الغربية في منطقة نابلس تحديدا هناك تجمعات لحشود كبيرة من المستوطنين، تحديدا في منطقة إتسهار ومنطقة عريف، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة بلدة عريف ورشق المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة والاعتداء على المواطنين هناك. تجري محاولات من أفراد القرية وعدد من الشبان لإخلاء المدرسة الابتدائية الموجودة في بلدة عريف، إخلاءها من الطلاب لأن المستوطنين يهاجمون هذه البلدة وهناك تخوفات من تصاعد هذه الهجمات. طبعا جنود الاحتلال يدعمون المستوطنين ويطلقون قنابل الغاز والرصاص المطاط باتجاه المواطنين في بلدة عريف. هذه الأحداث من المتوقع نعم نسرين خلال ساعات النهار. نعم نسرين، سوف أعود معك إلى التطورات في القدس. كان هناك حديث عن أن هناك منفذا ثالثا لعملية القدس، هل تأكد هذا الأمر؟ حتى هذه اللحظة هذه ادعاءات إسرائيل، وربما لهذا تقوم بعملية المداهمات لأكثر من مكان في مدينة القدس في منطقة حي جبل المكبر وفي أيضا مناطق في القدس الغربية. أيضا هناك تواجد كبير للشرطة والبحث لا يزال جاريا بحثا عن فعلا مساعدين لمنفذي العملية. طبعا منفذي العملية هم أولاد عم، هم من نفس العائلة غسان وعدي أبو جمل، هم من جبل المكبر وهم أولاد عم. هناك حديث أن الجبهة الشعبية تحرير فلسطين هي التي تبنت هذه العملية، وبحسب المصادر الإسرائيلية أن العملية نفذت بتخطيط كبير ودقيق، التنفيذ كان دقيقا جدا وأنها كانت منظمة منذ وقت. وحتى هذه اللحظة إسرائيل تقول أنها أيضا تتمت بدوافع فردية لكن الجبهة الشعبية تبنتها. إسرائيل كما قلت حملت أبو مازن وحملت حركة حماس المسؤولية وتتوعد بالرد، وربما سنشهد هذه الردود خلال ساعات النهار. نعم نسرين، هل هناك من مواجهات في أحياء القدس القديمة؟ في البلدة القديمة لا، حتى هذه اللحظة هناك هدوء في أحياء البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى. فعليا المسجد الأقصى اليوم فتحت أبوابه أمام جميع المصلين من كافة الأعمار، النساء الشيوخ الشباب الكل اليوم مسموح له بالوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة في المسجد الأقصى. هناك حالة من الهدوء في مدينة القدس في البلدة القديمة في من مدينة القدس باستثناء حي جبل المكبر. وربما أن إسرائيل أيضا لا تريد مزيد
المزيد من توتير الأوضاع في مدينة القدس، على الرغم من أنها هددت بالتصعيد وبالرد بشكل عنيف على مثل هذه العمليات ومعاقبة من تسول له نفسه كما تقول إسرائيل طبعا بالقيام بمثل هذه العمليات ضد الإسرائيليين. حتى هذه اللحظة الشباك يعلن حالة الاستنفار التام. طبعا مجموعة من الشباك والقوات الخاصة الإسرائيلية كانت هي التي اقتحمت منزل الشهيدين ولا تزال موجودة في منزل الشهيدين حتى هذه اللحظة، تقوم بعمل تحقيقات مع أهالي الشهيدين ربما لمعرفة لماذا خططوا لهذه التظاهرة وهل كان لهم من مساعد، لا يزال طليقا ولم تعتقله قوات الاحتلال حتى هذه الساعة. نسرين، بالنسبة إلى الحصيلة النهائية لعملية القدس، المعلومات تحدثت عن سقوط 4 قتلى، ولكن ماذا عن الجرحى؟ هل الحصيلة فقط هي 9 جرحى؟ هي 9 جرحى، لكن إسرائيل تتحدث عن 5 في حال الخطر الشديد، وبالتالي ربما الحصيلة مرشحة للازدياد خلال الساعات المقبلة. هناك حديث عن 5 جرحى في حالة خطر نقلوا على إثرها إلى العناية المكثفة في المستشفيات الإسرائيلية. هناك حالة من الصدمة وحالة من الخوف تسيطر على المكان الذي تمت فيه العملية، وهو في منطقة جبعات شاول هار هنوفيا في قريبة من جبعات شاول، حيث تم شنق الشهيد الرموني بالأمس وهي ذات قريبة من منطقتها. وهناك حديث أيضا أن أحد المنفذين هو أيضا سائق لأحد باصات شركة إيجد الإسرائيلية. هذه المعلومة لم تؤكد بعد، لكن هناك حديث في الأوساط المقدسية أن أحد الشهيدين هو أيضا سائق لإحدى الحافلات الإسرائيلية شركة إيجد التي تسير حافلاتها في مدينة القدس. طبعا حالة من الخوف والقلق تسيطر على جميع المناطق الإسرائيلية. هناك حتى خشية لدى أوساط الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية التي طلبت من جميع الموظفين العرب والعمال العرب الذين يعملون في الأحياء الغربية من المدينة المحتلة عدم الذهاب إلى أعمالهم وعدم التواجد في المناطق التي تشهد اقتضاضا يهوديا وإسرائيليا في تلك المناطق، تخوفا من عمليات انتقام وعمليات رد فعل. هناك فعلا تخوفات كبيرة، حتى الصحفيون الذين يعملون مع وكالات أجنبية ومكاتبهم موجودة في القدس الغربية منعوا من الوصول إلى أماكن عملهم، وطلب منهم البقاء في الأماكن العربية حماية لهم وحفاظا على سلامتهم تخوفا من ردات الفعل. في مكان تنفيذ العملية نفسها أيضا منع الصحفيون العرب من الوصول إلى المكان تخوفا من ردات الفعل الإسرائيلية، من ردات فعل المتطرفين، خصوصا أن المنطقة هي منطقة تتواجد فيها أغلبية يهودية متطرفة متدينة في تلك المنطقة. نسرين سلمي، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. والآن نعود إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر اللحام، ما الجديد لديك؟ نعم، الجديد هو أنه الرئاسة أدانت عملية القدس الآن، وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الرئاسة تدين قتل المصلين اليهود في القدس الغربية وقتل المدنيين من أي جهة كانت. وفي النص أدانت الرئاسة على الدوام عمليات قتل المدنيين من أي جهة كانت، وهي تدين اليوم عملية قتل المصلين التي تمت في أحد دور العبادة في القدس الغربية، كما تدين كل أعمال العنف أيا كان مصدرها، وتطالب بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى واستفزازات المستوطنين وتحريض بعض الوزراء الإسرائيليين. وجاء في البيان الرسمي أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال وإنهاء أسباب التوتر والعنف، مؤكدين التزامنا بالحل العادل القائم على أساس حل الدولتين وفق قرار الشرعية الدولية، والحفاظ على جو التهدئة والتفاهمات التي تمت مع الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان. وإذا تسمح لي يتضح لنا بأنه جون كيري لم يتصل بنتنياهو، وإنما نتنياهو اتصل بجون كيري، وجون كيري ليس في واشنطن لأن الساعة هناك 3 فجرا، وإنما جون كيري في لندن لمتابعة المباحثات مع إيران. وبالتالي نتنياهو هو الذي اتصل بكيري واستعان به لشجب العملية، ويبدو أنه ضغط عليه للاتصال بأبو مازن. بحسب مصادر غير مؤكدة، كيري ضغط على أبو مازن لإصدار هذا البيان الذي قرأناه الآن، وهو إدانة العملية التي جاءت قتل المصلين اليهود في القدس الغربية وقتل المدنيين من أي جهة كانت، بحسب نص البيان الرسمي. نعم ناصر،
هناك تصريح جديد اليوم لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، حيث كشف للسفير عن مبادرة جديدة لإطلاق المفاوضات. هل هناك من ملامح أولية أو عامة لهذه المبادرة؟ هل لديك أي معلومات في هذا الإطار؟ آخر لقاءات وحديث مع الرئيس الفلسطيني، لا يوجد أي أساس من الصحة لهذا الكلام. الرئيس الفلسطيني لا يريد العودة للمفاوضات، وحتى أنه رفض أن يجلس مع نتنياهو بحضور الملك عبد الله الثاني وجون كيري في عمان، رغم أن الفكرة كانت يبدو أنه قضية العودة للمفاوضات وخصوصا بوجود نتنياهو أمر غير موجود على أجندة القيادة الفلسطينية. تصريحات أخرى تدل على ارتباك المستوى السياسي في إسرائيل وليس فقط المستوى الأمني. ليفني في تصريح غير مفهوم تقول يجب عدم ربط عملية القدس بداعش، وإنما هذه عملية فلسطينية على خلفية قومية. أما داني دانون نائب وزير الدفاع السابق في إسرائيل، فهو يطالب نتنياهو بأن يستعيد الأمن في العاصمة المحتلة حرفيا. يشير ويتهم داني دانون وهو من المعارضين اليمينيين بأن إسرائيل فقدت الأمن في القدس. نعم ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد سوف نعود إليك في حال ورود أي جديد. والآن ينضم إلينا السيد حلمي الأعرج، وهو مدير مكتب مركز حريات حقوق الإنسان في رام الله. بداية سيد حلمي، تعليق أولي على عملية القدس. يعني ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تطورات متسارعة، المسؤول عنها هو حكومة الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف في إسرائيل وتلك الأحزاب اليمينية المشكلة للحكومة الإسرائيلية والتي تحرض على قتل الفلسطينيين وتعتدي على أقصاهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية. وبالتالي ما يجري هو ردة فعل غاضبة على كل هذه الجرائم اليومية التي لا تتوقف، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي الذي تتحمل حكومة الاحتلال ما وصلت إليه الأمور على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الميداني، وعلى الاحتلال أن يستخلص الدروس والعبر من هذه التطورات ويتعظ بوقف استيطانه واعتدائه على المقدسات وفتح مفاوضات جدية مع الشعب الفلسطيني وقيادته للوصول إلى سلام عادل وشامل يقوم على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة. سيد حلمي، هذا يعني بأنكم لا تزالون مؤمنون بمسار المفاوضات وانطلاقها من جديد؟ نحن مؤمنون بمسار النضال وليس بمسار المفاوضات، والمفاوضات ممكن أن تكون مسيرة نضالية عندما تكون قائمة على ثوابت وباعتماد على ميزان القوى الداخلي، الوحدة الوطنية الفلسطينية والشرعية الدولية. المشكلة ليست في المفاوضات، إنما المشكلة في المفاوضات العبثية التي جرت على مدى 20 عاما. ولكن عندما تكون برعاية دولية على أسس واضحة هدفها معلن هو الخلاص من هذا الاحتلال وتحقيق مصير الشعب الفلسطيني، عندئذ ستكون هذه المفاوضات ذو جدوى وسوف تأخذ طابع كفاحي ونضالي كما فعلت الثورة الفيتنامية وغيرها من الثورة الجزائرية والثورات الأخرى. في النهاية يجب. نعم، ولكن سيد حلمي، ألم تكن المفاوضات برعاية دولية؟ أسس هذه المفاوضات كان مختلا من البداية. إذا قدر لهذه المفاوضات أن تعود وهو لا أفق لها الآن، يجب أن تكون على أسس جديدة هدفها الخلاص من الاحتلال والوصول إلى يعني حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، على أن يعلن هذا الاحتلال حدود الدولة الفلسطينية
المستقلة على حدود 67 واعترافه بالحقوق المشروعة على الشعب الفلسطيني، من ثم يبدأ التفاوض، وهذا ما تسعى له القيادة الفلسطينية الآن بعد استخلاص الدروس والعبر بعد 20 عام من المفاوضات العبثية. لذلك يعني قررت القيادة أن تذهب إلى مجلس الأمن بسبب أن هذه المفاوضات لا جدوى منها ويمكن أن تبدأ، ولكن بعد أن يعطي مجلس الأمن قراره الواضح بإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد لا يتجاوز العامين. سيد حلمي، هناك دول أوروبية عدة تعترف تباعا بالدولة الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟ هذا إنجاز، هذا انتصار للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، هذا من تداعيات العدوان على قطاع غزة ومفاعيل هذا العدوان، لأن إسرائيل لم تنهزم فقط عسكريا وسياسيا في هذه الحرب الظالمة، إنما انهزمت أخلاقيا وأصبحت مسألة حقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وعي شعوب العالم من أمريكا اللاتينية إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية وإلى عموم شعوب أوروبا التي غالبيتها الساحقة تدعم الحق الفلسطيني والشرعية الدولية، وتعتبر إسرائيل خطرا على الأمن والسلم الدوليين. نحن نتطلع ونتوقع أن شعوب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا مجتمعة ومنفردة وفي القريب العاجل ستعترف بدولة فلسطين انسجاما مع الشرعية الدولية ومع قرار الأمم المتحدة والجمعية العمومية بالاعتراف فيها كعضو مراقب، وصولا إلى أن يكون كامل العضوية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إما في مجلس الأمن أو في تبني الجمعية العمومية قرارا على أساس متحدون من أجل السلام للالتفاف على الفيتو الأمريكي. حلمي الأعرج، مدير مكتب حريات لحقوق الإنسان، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ولن نعود مجددا إلى مراسلتنا نسرين سلمي في القدس المحتلة. نسرين، ما الجديد لديك وماذا عن آخر التطورات؟ نعم، في مدينة القدس في حجب المكبر قوات الاحتلال الآن تعتقل عدد كبير من أفراد عائلة الشهيدين من بينهم نساء، حتى الآن لم يتضح لنا من هن النساء اللواتي تم اعتقالهم من عائلة الشهيدين، لكن تم اعتقال إخوة الشهيدين ووالد أحدهما وأيضا أولاد عم لهما موجودين في المنزل، تم اعتقالهم جميعا واقتيادهم طبعا إلى مقرات التحقيق ربما في المسكوبية للتحقيق معهم. هناك الشبان زالوا يتصدون لقوات الاحتلال، قوات الاحتلال تعتدي على كل من يحاول الاقتراب من منزل الشهيدين بإطلاق الغاز المسيل للدموع وحتى الرصاص المطاطي. الصحفيين الذين حاولوا الوصول إلى المكان أيضا تعرضوا لإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، لكن بحسب شهود عيان في المكان أكدوا أن قوات الاحتلال تداهم المنزلين، تداهم المخازن المحيطة والمنازل القريبة أيضا لمنزل الشهيدين، تقوم بمداهمتها والتحقيق مع ساكنيها وتفتيش هذه المخازن والمنازل ربما بحثا عن مطلوب آخر لها أو عن مساعدين محتملين لمنفذي العملية. هناك عدد من الإصابات تم نقلهم إلى مشفى المقاصد في مدينة القدس أو مشفى المطلع القريب. معظم هذه الإصابات هي بالرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع. حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال تغلق بالكامل منطقة جبل المكبر في منطقة عريف شمال نابلس، حيث هجم حوالي 30 من المستوطنين يلبسون الرداء الأبيض بالكامل ويتلثمون حتى بالأبيض ويحملون سكاكين وبلطات، حاولوا مهاجمة المدرسة الثانوية الموجودة في البلدة
بالسكاكين والبلطات وإلقاء الحجارة باتجاه المواطنين، لكن أهالي القرية هبوا لحماية المدرسة وتمكنوا من إخافة المستوطنين وإخراجهم من القرية على الرغم من تواجد مكثف لجنود الاحتلال في المكان. هناك أيضا احتشاد كبير للمستوطنين في منطقة الطريق المؤدي ما بين نابلس وطول كرم وقلقلية، وهي المنطقة المعروفة بمفرق إتسهار التي تؤدي إلى شمال أكثر الضفة الغربية، وبالتالي المستوطنين هناك يقطعون الطريق ولا يتمكن أهالي المنطقة من التحرك عبر هذا الشارع، وهو الشارع حيوي وشارع وهو عبارة عن شريان رئيسي يربط شمال الضفة بجنوبها ووسطها، هو الآن مغلق بالكامل. نسرين، هل يمكن القول بأن المشهد مرشح لمزيد من التصعيد في الضفة الغربية؟ على الأرجح سيكون مرشحا للتصعيد إذا ما تواصلت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، وإذا ما واصلت إسرائيل سياستها العدوانية باتجاه الفلسطينيين من حملات الاعتقال المتواصلة الليلية واقتحامات تحديدا لمناطق الريف والقرى في شمال الضفة الغربية وجنوبها، أيضا في مدينة القدس إذا ما واصل المستوطنون. طبعا إذا كان هناك من يقول أن هذه العملية جاءت من فراغ، هي لم تأتي من فراغ، هي جاءت ردا على عدوان إسرائيل باتجاه المقدسيين في هذه المدينة المحتلة، ما تم بالأمس من شنق للشهيد الرموني ومحاولات إسرائيل تحويلها إلى عملية انتحار، على الرغم من أن أحد الأطباء الفلسطينيين أكد أنه تم شنقه بطريقة الخنق، وبالنسبة للتشريح يؤكد أن الفقرة الأولى من الرقبة لم تكسر وبالتالي هو لم ينتحر وإنما تم خنقه. هذا أثار غضب واستياء عدد كبير من الفلسطينيين في مدينة القدس وفي الضفة الغربية أيضا، وبالتالي هذه العملية ربما جاءت ردا على جريمة قتل الشهيد الرموني وعلى غيرها من الاعتداءات التي تعرض لها مدينة القدس سواء من قبل المستوطنين أو من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى أن المحرك الرئيسي في مدينة القدس وفي الضفة الغربية هو المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى من شأنه أن يصعد الأوضاع ليس في القدس وحدها وليس في الضفة الغربية وحدها ولكن ربما في كل المنطقة، على الرغم من محاولات عديدة من المملكة الأردنية لتهدئة الأوضاع ومحاولة الضغط على إسرائيل بعدم السماح لاقتحامات المستوطنين والاعتداء على المسجد الأقصى وفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، إلا أن تواصل الاعتداءات وتواصل الاقتحامات سيكون له آثار وردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، وهذا ما شهدناه في الانتفاضة الأولى وفي الانتفاضة الثانية. دائما ما يحرك الشارع الفلسطيني هو المسجد الأقصى، وإسرائيل تعترف بذلك وتعرف تماما أن ما يجري في القدس وما يجري في الضفة الغربية هو انتفاضة يحركها غضب الفلسطينيين بما يجري في المسجد الأقصى وليس نعم. تفضلي وفاء. نعم نسرين سلمي، ابقي معنا في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة للعملية في قلب القدس المحتلة، ولكن أيضا والتي سنتابعها مع الزميل أحمد أبو علي، ولكن أيضا للمزيد من المعلومات هناك موقع الميادين الميادين.net للمزيد من الأخبار والتقارير. إلى اللقاء.